كما قام الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوي بمشاركة عدد من قادة وضباط وصف وجنود الدفاع الجوي بالتبرع لصالح صندوق دعم مصر، وذلك ضمن مشاركة قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة لدعم هذه المبادرة الطموحة. مش مساهمة على قد ما هي استثمار، أنا اللي بعمله واللي بيعمله زمايلي، ده كله هيعود على أولادي وأولادهم. فأنا بطلب الشباب برا إن نقف جنب بلدنا ونساعد عشان المستقبل. والله هو مش تبرع، يعني كلمة تبرع دي مش يعني كلمة خاطئة، أنا شايف إن ده رد جميل للبلد اللي علمتنا وادتنا كل حاجة طول الفترة اللي فاتت دي، وجي الوقت بقى إن احنا نرد فيه الجميل ده. ده واجب علينا وعلى كل مصري تجاه بلده، ما ينفعش نتبرع للبلد، لا ده حق للبلد. كلنا خارجين من بيوتنا الصبح واحنا جايين شغلنا معتقدين ومعتمدين على الله ان احنا شهيد تحت الطلب، فدمي ما استخسرتوش في مصر، فمش هاجي ابخل باي جنيه تكون محتاجاه مصر في وقت الزنقه، ومصر محتاجانا دلوقتي، محتاجه لكل جنيه، محتاجه لكل عرق، محتاجه لكل مجهود، محتاجه لكل شخص يعتمد على الله اولا ويراعي ضميره ويراعي ربنا سبحانه وتعالى في شغله عشان خاطر البلد دي تنهض لأعلى مستوى وتكون من أجمل بلاد العالم إن شاء الله. الوقت اللي احنا فيه ده لازم كل الناس تحب مصر، وحب مصر ده عامل زي المية والهواء اللي احنا بنتنفسه، لا ينفع بطل اتنفس ولا ينفع بطل اشرب مية ولا ينفع بطل احب مصر، والوقت ده هي اللي محتاجنا فيه ولازم نديها كل ما نملك، لو املك اكتر من كده هديه. هي قدوة طبعا يحتذى بها، يعني بتبقى حاجة كويسة، الناس بتاخد ثقة برضو في حاجة زي كده، بيبقى اطمئنان أكتر للناس إن فعلا كل الناس بتتبرع وفعلا الحساب يستاهل، احنا لازم نتبرع له كلنا علشان مصر. يعني طبعا فخورة جدا إن أنا هعمل حاجة زي كده، ودوري ودور أي حد كبير صغير مسلم مسيحي بعد اللي احنا وصلنا له، لازم جه دورنا دلوقتي إن احنا نساعد بشكل على قد ما نقدر. طبعا المبلغ اللي انا هقدمه صغير مش كبير، بس كل واحد يقدر يعمل اللي يقدر عليه وعشان مصر طبعا، وعشان نوصل للي احنا عايزينه واللي احنا قمنا بالثوره بيه، فدي حاجه كويسه جدا وشعور حلو جدا، احساس جميل جدا. طبعا احنا بنشارك في بناء بلدنا وبناء مصر، وان احنا النهارده انا جاي اشارك علشان اقول لكل شباب مصر يعني يا ريت كلنا نتبرع ولو بقيمه رمزيه جدا عشان بلدنا تبقى احسن ومستقبل مصر يكون احسن وعشان ولادنا يكون مستقبلهم افضل. إحساسي إن مصر دي هي الدولة التي تحمينا وتعطينا كل الأمن والأمان والحرية والقدرة على الحياة. مصر هي اللي قدمت العلم منذ القديم، قدمت الحضارة، قدمت الفكر، قدمت كل شيء استفادت منه البشرية، فإحنا ندعو كل الناس.